ربنا يخليك محفوظ يا اخي. خد يا عم. الله يمشي حالك. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله سيعجبك رمضان في مصر كثيرا جدا يا عبد الله. زين 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 يا عبد الله زين. سيد استاذ محفوظ. كل سنه وانت طيبه ست انتصار. وانت طيب ده ابنك؟ عبد الله. بسم الله ما شاء الله جميل قوي. قمر شبه. لا ويشبه الأم أكتر. المثل بيقول من شابه أباه فما ظلم أمه. لا مؤاخذة أهلا يا شيخ. أنا عاملة لك صينية كنافة بالقشطة كنت هطلعها دلوقتي. إنما إيه؟ تستغل بقك. والله إيه؟ على يعني تسلم إيديكي وما كانش لي لازمة التعب ده والله. يعني حقيقي يعني. دي كنافة يا عبد الله. لا استنى اكل انا الاول اخر. عظيمه وتسلم ايديك. الله يسلمك. خذ كنافه عبد الله. كل هذه كنافه عبد الله. برضو عبد الله حلو يجيب الحلو. الله لا فضه فوق. العامة بيقولوا الحلو يحب الحلو. انا بقول الحلو يجيب الحلو. طب ما تفضلي معانا نفطر سوا ونمشي الجيران لبعضيهم برضه. معلش اصلي ما اقدرش اطلع من غير امي. يا خبر ابيض ست الحاج على راسنا من فوق جيبيها. معلش بقى المره الجايه. ازاي بقى ما يصحش يعني. طيب هو كذلك بس السلام امانة لست الحاج. تشكر. عفوا. يا مان يا حبيبي يلا انت كنا فاكرين يا اخي يلا يا اخي يلا 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 يا منة يلا يا منة حط شبه خالك يا منة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسانيش في الشرب. حاضر يا منة. بسم الله محمود دخان بسم الله بسم الله ايدك يا زوزة. اول يوم لنا في رمضان وخلونا عندنا يا مرحبا يا مرحبا. يعني انا سدر ولا الملح بقى فين الملح؟ مين عايز ملح؟ طب طيب يا فوزية بسم الله. مين ما خدش؟ بس خلاص والله وحشتني اللمه دي على الفطار يا اولاد. كنا في الجبل بقى نفطر على شق طبره وعيش وملح. كانت ايام تعب ومعاناه. ما انت لغاوي شقه ومعاناه اخويا. دول بتوع التلفزيون شويه شويه كانوا هيبوسوا ايدك عشان تسجل معاهم وتتحين. قفل على الموضوع ده يا رمزي. قفل على السيره دي خالص. سيبه في حاله يا رمزي. سيبه في حاله هو مش ناقص. ما بيحبش يطلع في التلفزيون هو حر. ما بي ايه؟ ما بيحبش؟ والله عندك حق يا خالي. تري دماغك يا راجل. شاطر بس لما يبقى في الجامع والميكروفون مفتوح يتكلم. انما لما تبقى الحكايه فيها فلوس وشهره يكش. عجايب. الحقيقه مش فلوس وشهره بس يا حامد. الحقيقه فيها حاجات اهم من كده بكتير. بعدين الرزق مكتوب يعني جاي جاي. اهو ده كلام كله ضيعه وقتهم بلاش. والله صدق يا اخي عندك حق. يعني انا مثلا
ممكن اكسب 100 مره لو اشتغلت في الهلس والتهييس. مش كده يا حسين؟ اه والله. بس تفتكر ممكن اسيب مكتب المحامي بتاعي؟ ما بي ابدا. بس خالك بقى يا فالح لا هيشتغل في الهلس ولا في التهليس، ده هياخد ثواب لانه بيحض الناس على الفضيله. والله بعقد الهاء انا لو عرضوا علي اطلع في التلفزيون ما حتى اردد لحظه واحده. يزيد يزيد ها يزيد يا حامد انا مشرحة اصلها ناقصه قتله. مقابلة ايه يا حامد؟ مقابلة ايه؟ صحيح يا خالد، لماذا لا تعود الى سلك التربيه والتعليم؟ اعتقد ان اخذت استراحه وفيره من شغله المحارب دي. والله يا اخ حسن ايوه كل شيء في وقته، ودعنا لا نستبق الاحداث. حسنا، لكل مقام مقال. الله حلاوتكم. حلاوتكم. مسلسل التاريخ ابتدى ولا ايه؟ تاريخ ايه بقى؟ حلق دقنه خلاص. استنى استنى ايه ده؟ خالي حلاوته. ازيك يا حسن؟ يحيى كلش انت من رطايف اختك فوزية. شكرا محفوظ، شكرا رمزي. ادي الاخوات اتلموا تاني. ده انت سرك باتع صحيح يا محفوظ. يحيى بيه زلطة جاي عشان يشوف اخواته بعد هم كام سنة صحيح يا يحيى؟ بس اللي بطلت عد من زمان. ما تعتبيش عليها فوزية، الراجل هيفضل ايه ولا ايه؟ بس ده مشاغله كتير قوي، ربنا عينه عليها بقى. هو اللي يعوز يبقى بني ادم محترم يبقى اجرم. واحترامك في بعدك عننا؟ هو احنا نعر للدرجات دي؟ استني استني بس فوزية، ايه الحكاية؟ يحيى اخونا برضه والدم عمره ما يبقى مية، اكيد جاي النهارده يفتح صفحه جديده وننسى فيها كل اللي فات. احنا في قلبه في درجه يا اخوانا، ولا ايه يا يحيى؟ انا جاي لك انت بالذات يا محفوظ. يا خوفي بقى لا تكون المره دي جايب لي طياره اطلع بيها بره البلد. انا جاي افتح معاك صفحه جديده بعد اللي حصل. ام